الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا صدق الله العظيم.